بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 46. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل عادل يقول: نسمع من كثير من المحدثين والفقهاء والوعاظ عبارة بأن هذا الإسلام صالح لكل زمان ومكان، ما معنى هذه العبارة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا شك أن دين الإسلام الذي بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم صالح وكاف للبشرية لكل زمان قادم، لكل زمان قادم ومستقبل إلى أن تقوم الساعة، لا يحتاج إلى تبديل وإلى نسخ بشريعة أخرى كما كان في الشرائع السابقة، فإن كل شريعة من الشرائع السابقة مؤقتة، ثم تأتي شريعة أخرى وتنسخها، لأن الأزمان تختلف. أما هذا الدين، دين الإسلام، فإنه صالح لكل زمان ومكان، لا ينسخ ولا يغير ولا يبدل، لكل زمان وكذلك لكل مكان من مشارق الأرض ومغاربها، فهو يسع جميع أهل الأرض. يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا، ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فهو صالح لكل جيل ولكل أمة، وصالح في كل الأمكنة من شرق وغرب، شمال وجنوب، قاصي والداني، صالح لكل الأزمنة المستقبلة إلى أن تقوم الساعة، لا يحتاج الناس إلى شريعة أخرى أو إلى نبي آخر. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، سألت أحد الإخوة عن رجل، وهذا من الذين يدرسون الفقه، سألت عن رجل جامع زوجته قبل طواف الإفاضة، فأجابني بأن عليه أن يحرم ويطوف ويفتي ولا شيء عليه، هل هذا صحيح يا شيخ؟ نعم، الجماع بعد التحلل الأول في الحج لا يبطل الحج، وإنما يوجب الفدية، يوجب عليه الفدية، وهي ذبح شاة في مكة ويوزعها على فقراء الحرم، وحجه صحيح. فإذا جامع قبل طواف الإفاضة لم يبقى عليه من الحج إلا طواف الإفاضة وجامع، فإنه مخطئ، ولكن حجه صحيح، ويكون فعل محظورا من المحظورات الإحرام، فيكون عليه أن يذبح فدية ويوزعها على فقراء الحرم، فإن لم يجد فإنه يصوم 10 أيام. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. من المدينة هذا السائل يقول: والدي كبير في السن وكان عابد ولله الحمد حتى أواخر حياته، فأقعده المرض، وبعض الناس أحيانا فضيلة الشيخ يفقد الذاكرة ولا يعلم عن من حوله من أولاده وبناته، فهل عليه صلاة وصيام؟ في حالة فقد الذاكرة، إذا كان هذا يطول، إنه ليس عليه عبادة، لا صلاة ولا صيام في وقت فقد الذاكرة إذا كان يطول. أما إذا كان فقد الذاكرة لا يطول، والغالب أن ذاكرته معه، فإن عليه الصيام وعليه الصلاة. نعم. هذه سائلة للبرنامج تقول: فضيلة الشيخ، ورد أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سئلت عن شهر شعبان، فقالت: هذا شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس، أو كما جاء في الحديث. سؤالها تقول: ما وجه المقارنة بين رجب ورمضان، وجزاكم الله خيرا؟ نعم، المراد أن شهر شعبان قريب من رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم غالبة
ويحب الصيام فيه يستقبل شهر رمضان، وهو قريب من رمضان، معنى أنه بين رجب ورمضان أنه قريب من رمضان. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يا شيخ يقول يغفل بعض الناس فضيلة الشيخ عن الأمور الطيبة التي تصل إلى الميت، فما هي أبرز هذه الأمور حتى نقوم بالإتيان بها مأجورين؟ ما ثبت بالدليل إن أنه يعمل عن الغير وعن الميت وهو الصدقة عن الميت، وكذلك الدعاء له، وكذلك الحج والعمرة عنه. هذه الأمور ورد الدليل في أنها تهدى إلى الغير من الأحياء والأموات، تدخلها النيابة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. تسأل الشيخ عن الوسواس في الصلاة، هل يبطلها؟ لا يبطلها، ولكن على المسلم أن يقبل على صلاته وأن يستعيذ بالله من الشيطان ويترك الوسواس. نعم. تقول هل يجوز أن يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ يجوز ذلك في بعض الأحيان إذا لم يتخذ شعارا، بعض الأحيان قال اللهم صل على فلان لا بأس بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على آل أبي أوفى. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. من يلحم في صلاة الفاتحة هل تصح صلاته وإذا كان إماما؟ إذا كان اللحم يحيل المعنى إنه لا يصح أن يكون إماما، وأما إذا كان اللحم لا يحيل المعنى فلا بأس به، فإنه لا يبطل الصلاة، فإنه لا يبطل الصلاة، ولكن لا يكون إماما إلا من كان يجيد القراءة ويسلم من اللحم. نعم. جزاكم الله خيرا. هل ورد يا شيخ عن الرسول صلى الله عليه وسلم تقول السائلة بأنه صلى بالأعراف والأنعام في المغرب، وهل هذا وارد لأن الوقت قد يدخل وقت صلاة العشاء عليهم؟ لم يرد أنه كان يقرأ الأنعام، إنما ورد أنه كان أحيانا يقرأ بسورة الأعراف في المغرب. نعم. اتقاء المصلي للأرض بوضع ركبتيه قبل يديه أو يديه قبل ركبتيه، الأصح في هذا والأفضل شيخ؟ الأصح أن القوي يضع ركبتيه قبل يديه، وأما العاجز الكبير السن فلا بأس أن يضع يديه قبل ركبتيه ويعتمد عليهما. نعم. أبو سليمان يقول شيخ في صلاة الجمعة نكون قد استفدنا وأنصتنا لخطبة الجمعة، وبعد ذلك يقوم شخص ويحدث ويطيل، فننسى ما استفدناه من أمور طيبة وتوجيهات سابقة من الخطيب، هل هذا مناسب يا شيخ؟ لا بأس بالتذكير بعد صلاة الجمعة، وهو زيادة خير وتتمة لما جاء في الخطبة والتذكير، فلا بأس، لكن لا يكون بصفة مداوم عليها، إنما يكون بعض الأحيان. وكذلك لا يطيل، الذي يذكر لا يطيل فيثقل على الناس، بل يختصر ويوجز. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل للبرنامج يقول بالنسبة للأشياء الحارة التي قد لا يتحملها الإنسان يا شيخ، يقول أقوم بإعطاء هذه للأغنام الموجودة لدي، وسؤالي هل يعتبر ذلك من تعذيب الحيوان؟ وماذا أفعل به عند تعفنه في الثلاجة؟ هل أقوم برميه في سلة المهملات؟ لا تقدم للحيوانات إلا الشيء الذي ليس فيه مشقة وحرارة، بل تبرده ثم تقدمه للحيوانات، لأن هذا من الرفق بها. وأما إذا تعفن الشيء وصار لا يصلح للاستعمال والاستهلاك فلا بأس أن يرمى. نعم. جزاكم الله خيرا. أبو إبراهيم يقول فضيلة الشيخ إذا كان الوالد عنده غلظة وعنف في تربيته لأولاده، وقد نفر هؤلاء الأولاد إلا أن أحدهم يدعو على والده مع أنه يقوم بأداء الصلوات في المسجد مع الجماعة، ويقول تربية أولادي لا تناسبني ويدعو علي، هل يجوز له ذلك؟ لا يجوز الدعاء على المسلم فضلا عن الدعاء على الوالد. الوالد الواجب البر به والإحسان إليه، والصبر على ما يحصل منه، إن كان حصل منه شدة أو غلظة يصبر على هذا، وربما يكون الدافع له في ذلك شدة الحرص على تربية أولاده وزجرهم، فلا يجوز الدعاء على الوالد، ويجب الصبر على ما عنده من تعامل فيه غلظة وفيه شدة وقسوة مع مناصحته في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم مبارك فيكم. الأخ فهد يقول عنده أراضي تجارية لم يحجزها للبيع. هناك أناس يقولون الشيخ بأن فيها زكاة، وآخرون يقولون لا تجب فيها الزكاة. ما ضابط هذه الأراضي إذا كانت للبيع وإذا كانت للسكنة مأجورين؟ إذا كانت للسكنة أو للتأجير فليس فيها زكاة، إلا إذا أجرها فإنه يزكي الأجرة، وأما إذا كانت للسكنة فقط فليس فيها زكاة. أما إذا نواها للبيع فإنها تكون سلعة تجارية تدخل في عروض التجارة، يثمنها كل ما يتم عليها سنة، ثمنها بما تساوي ثم يزكيها ويخرج ربع العشر من القيمة المقدرة لها. نعم. أحسن الله إليكم مبارك فيكم. هذا سائل يقول السؤال وأسألك بالله، هل في هذا الشيء؟ السؤال بالله لا بأس به، أما السؤال بوجه الله فهذا ورد النهي عنه، لأنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل يا شيخ عن تقسيم الإرث بين الأبناء، يقول بعض الناس يضع الأولاد 5 بنات و5 أبناء فيجمع كل بنت مع أخوها، أي يوزع البنات على الأولاد في تقسيم الإرث، فتكون كل واحدة من البنات في قسمها مع واحد من الأولاد، هل هذا العمل صحيح؟ الله سبحانه وتعالى قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فالابن له ضعف ما للأنثى، ويقسم المال على هذا الأساس للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل عماد من الأردن يقول رجل فاتته صلاة المغرب لظرف، فجاء وقت العشاء ودخل مع الإمام في الصلاة في نية المغرب، ثم سلم في الركعة الثالثة ودخل مع الإمام في صلاة العشاء وهو في الركعة الرابعة في نية صلاة العشاء، فهل عمله صحيح؟ هذا العمل غير صحيح، صلاة الواحدة لا تقسم بين صلاته، فهو دخل معه في نية المغرب وصلى المغرب خلفه وسلم، بقي ركعة لا يدخل فيها، وإنما يصلي العشاء وحده أو مع جماعة آخرين. جزاكم الله خيرا. أبو علي يقول هل يجوز للخطيب أن يرى خطيبته أو يرسل أحد من أقربائه من خواته للنظر إليها؟ كلا الأمرين جائز، إن تمكن من رؤيتها بحضرة وليها من غير خلوة فلا بأس، وإن لم يتمكن وأرسل إليها من يثق به من النساء تنظر إليها وتخبره بها فلا بأس بذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا السائل أبو إبراهيم يقول عند زيارة المريض بعض الزائرين الشيخ يطلق لسانه للحديث والسواليف ويخرج دون أن يدعو للمريض، ما الواجب على الزائر وما مقدار الزيارة؟ زيارة المريض سنة مؤكدة، وهي من حق المسلم على المسلم، ويدعو للمريض بالشفاء ويفتح له باب الأمل ويوسع عليه ويدعو له بالشفاء، ولا يطيل الجلوس عنده، ولا إلا إذا كان المريض يرغب إطالة الجلوس عنده، والزيارة إنما تكون يوما بعد يوم إلا إذا رغب المريض أكثر من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم مبارك فيكم. فضيلة الشيخ يقول في أحد المواسم في الحرم صليت وأنا واقف وكان الوقت زحام، فلم أركع ولم أسجد من كثرة الراكعين والساجدين والعمار، هل يجوز لذلك؟ كان الأولى بك أن تصلي في غير الحرم في المزدحم، المساجد كثيرة في مكة ولله الحمد، صلي بواحد منها، لكن لو أنك دخلت في المسجد الحرام وأصابك الزحام وأنت لم تتوقع الزحام ولكن وقعت فيه، إنك تصلي على حسب حالك والحمد لله، تركع وتسجد مع الناس حسب الإمكان، صلاتك صحيحة إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم مبارك فيكم. السائل سعد عبد الله يقول فضيلة الشيخ هذا الموضوع الحقيقة أقلقني جدا، وأريد أن أسأل الشيخ صالح حفظه الله، لأننا منذ سنوات طويلة ونحن نقوم بعمل جمعية بين زملائنا في المكتب لمدة ما يقارب من 7 سنوات، فقرأت حديث كل دين أو قرض جر نفعا فهو ربا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، هل هذا يدخل مثل جمعيتنا كل واحد يأتيه الدور في كل شهر؟ هذه الجمعية تسمى جمعية الموظفين،
أو جمعية التقارض، وأنا أرى أنها لا تجوز لأنها من القرض الذي جر نفعا، بينما بعض العلماء المعاصرين يرون جوازها. على كل حال تجنبها والابتعاد عنها. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا اختلفت الفتوى يقول من شخص إلى آخر أو من عالم إلى آخر، واحتار الإنسان بأيهما يأخذ شيخ؟ يأخذ بما ترجح بالدليل إن كان يعرف الدليل، إن كان لا يعرف الدليل فيأخذ بفتوى من يثق في علمه وفي دينه. نعم. جزاكم الله خيرا. في المختصرات فضيلة الشيخ أبو سليمان يقول بالنسبة لتفسير القرآن هناك مختصرات قد تكون مخلة، وبعضها فضيلة الشيخ نسأل لطالب العلم بأيهما يأخذ؟ يأخذ بالشيء الذي ليس فيه خلل، يأخذ بالمختصر الذي ليس فيه خلل. نعم. يقول أنا في رمضان الشيخ أخذ إبر مغذية بأمر من الطبيب لأنني عندي سوء تغذية ومريض منذ سنوات، ما حكم أخذ ذلك في رمضان وهل علي القضاء؟ إذا كنت لا تستطيع إلا بالإبر المغذية، المغذية مفطرات لأن لها حكم الأكل والشرب، إذا كنت لا تستطيع الصيام إلا بأخذ هذه المغذيات فليس عليك صيام، لكن يكون هذا من المرض المزمن يكون عليك إطعام مسكين عن كل يوم فدية. نعم. فضيلة الشيخ بالنسبة لقراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة خلف الإمام، هل هي مع قراءة فاتحة الإمام أو عندما يدخل في السورة التي بعدها؟ محل خلاف، قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام محل خلاف، والأرجح والله أعلم أنه في الصلاة الجهرية إذا جهر الإمام فإنه ينصت ولا يقرأ، تكفي قراءة الإمام للفاتحة، وأما في الصلاة السرية كالظهر والعصر فإنه يقرأ الفاتحة لأنه لا مشقة في ذلك. يعني يقول الشيخ في مراسلاتنا بالورق من شخص إلى آخر هل نكتب البسملة؟ لا بأس بذلك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتبها وكما كتبها سليمان عليه السلام، لكن في الرسائل المباحة والنزيهة التي ليس فيها كلام محرم. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الأخت أم رام تقول هل الصبيان شيخ هل هم مأمورين بالصلاة قبل البلوغ؟ نعم، قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع، فيؤمرون بها في سن التمييز يعتادوها ويعرفوها وينشأوا عليها. نعم. يقول السائل الشيخ عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم هل يستدير المؤذن ولا يلتفت أم يستقبل القبلة؟ يكون مستقبل القبلة كسائر الأذان، إنما الالتفات يمينا وشمالا يكون في الحيعلتين، حي على الصلاة حي على الفلاح. نعم. فضيلة الشيخ هذا السائل يسأل عن مواقيت الصلاة، هل هي ثابتة أم تتغير حسب الصيف والشتاء أم هي بالساعات؟ المواقيت صلاة مؤقتة بعلامات واضحة، فالفجر بطلوع صلاة الفجر بطلوع الفجر، والظهر بزوال الشمس، والعصر بمساواة الظل الشاخص، والمغرب بغروب الشمس، والعشاء بغروب الشفق. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. له فقرة أخرى أخيرة فضيلة الشيخ يقول ما الأفضل التبكير في الصلاة أو تأخيرها بالنسبة للمرأة؟ الأفضل المبادرة في الصلاة في أول وقتها. نعم. أخيرا فضيلة الشيخ أبو إبراهيم يسأل عن ضابط جمع الصلوات عند نزول المطر. نعم، يجوز جمع الصلاتين المغرب والعشاء في المطر الذي يبل الثياب، إذا خرج تعرض للمطر تبتل ثيابه فيجمع، وكذلك إذا كان هناك وحل في الأرض طين ومياه من أثر الأمطار فإنه يجمع في هذه الحالة بين المغرب والعشاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ هذا السائل أبو عادل هل الألماس يدخل ضمن الذهب والفضة في الزكاة؟ وما زكاة الألماس وما مقداره؟ الألماس لا يدخل في الذهب والفضة، ولكن إذا كان يتجر به فهو سلعة ويزكى على أنه سلعة، يعني يثمن عند تمام الحول على قيمته ويزكى. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. ألف ألف ميم أرسل بمجموعة من الأسئلة يسأل الشيخ ويقول بأنه مريض ويتعالج بالثوم يوميا حسب رأي الطبيب، يقول ولا أريد أن أفرط في صلاة الجماعة، فما حكم صلاتي في البيت؟ إذا كان للثوم رائحة كريهة تؤذي المصلين ولا حرج أن يصلي في بيته لأنه معذور، أما إذا كانت رائحته خفيفة ولا تأثير لها على المصلين أو يأخذ من ما يضاد رائحتها أشياء تخفف رائحتها أو تقطعها فإنه يفعل ما يستطيع. جزاكم الله خيرا. من أسئلته يسأل عن التبليغ عن الإمام، ما حكمه وما ضابطه شيخ؟ التبليغ عن الإمام يجوز إذا كان لا يسمع، إذا كان المصلون كثيرين والصفوف كثيرة ولا يسمع من خلفه إلا بالتبليغ فلا بأس بذلك، واليوم الحمد لله وجدت مكبرات الصوت تبلغ القاصي والداني. هذا من شقات سائل ألف سين عين، يقول فضيلة الشيخ بالنسبة للتلفظ بالنية عند الوضوء هل هي واجبة أم لا؟ بدعة، لا يجوز التلفظ بالنية، حرام أن يتلفظ، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى والنية محلها القلب، تلفظ بها بدعة لأن الله جل وعلا يعلم ما في القلب ولو لم تتلفظ، ولأنه لم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان تلفظ في النية عند الوضوء أو عند الصلاة أو عند بداية العبادات، لم يرد هذا إلا في الذبيحة في الأضحية أو الهدي، أو فإنه يسمي ما قصد ويقول يا اللهم إنها منك ولك تقبلها مني أو تقبلها عن فلان. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يتجدد اللقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في برنامج نور على الدرب في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى. حتى ذلكم الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.